blue jacket or black jacket. You know, that doesn't affect your belief in that he's a doctor, he's an expert, he knows what he's talking about. I have a question. Yeah, you want to ask a question, I've heard you from there. Assalamu alaikum. Yes. Ruling on pictures with the eyes. Yeah. Salah time. Is it allowed? Is it allowed? What, in the prayer? You mean? In the room? Yeah. Picture. Is it allowed to pray? No, pictures at home is not allowed during the prayer or not? It's not allowed to have pictures at home because the angels will not enter to your house. Why? Only pictures. Because firstly, Prophet Muhammad SAW said that. And we are believers. And whatever Allah said, what Allah said, we say we hear and obey. Okay? And the reason some ulama has mentioned, because the pictures is the, what do you call it? It's like resembling people start worshipping something beside Allah because of pictures. Yeah. So having the pictures, you know, you don't have it at home. You don't have pictures at home. And if you are in your family's house, then pray and sin is not upon you. And not any angels, because the angels that, sorry, the angels that doesn't enter to you, to the house, is the angel of mercy. Because the other two angels are always with us, they enter. But Malaikat al-Rahma, they don't enter. Thank you. You're welcome, man. تفضل اخي الكريم. عندي سؤال بس لو تجاوبني بالعربي. تفضل ما في مشكلة انا بالعربي والفرنسي نجاوبوه. السؤال ذا ما هو من عندي من واحد صاحبي. ايه تفضل. وحاولت اتناقش معه لكن ما رضي يقتنع. اللي هو يا طويل العمر عن المسيح الدجال. اي نعم. عن وجود المسيح الدجال. لان حتى انا بحثت عن الموضوع طلع فعلا الاحاديث فيها اختلاف خلاص عن ماهية المسيح الدجال. انه ما يطلع في المدينه ما يجي المدينه ومكه صح؟ صحيح صحيح ايوه لكن طلع مسيح اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الدخ القصه وفي حديث ليأتي من بعدي 30 دجال كلهم يدعي انه انا انه نبي لانه انا انه ايه. نبي اي انه نبي لكن المسيح الدجال اللي بيجي من علامات الساعه ما يدعي انه نبي يدعي انه الله يقول هذه جنه يعني لا هو يدعي يدعي اشياء اولا يدعي بان اولا لابد ان تعرف عندما نقرا القران او الاحاديث لابد تفرق بين العام والخاص حلو بعض الاحيان في احد عامه هذا حد عام 30 دجالا بعديا هذا حد عام اما حديث عن الدجال هو خاص اما ماهيه الدجال مسيح الدجال اذا اختلفوا هذا لا سمعنا لانه غير موجود مسيح الدجال موجود هذه من عقيده اهل السنه والجماعه مسيح الدجال هذه ما اختلف فيه اجماع طبعا لا من عقيده اهل السنه والجماعه الا من شد لكن لا لكن عقيده اهل السنه والجماعه مسيح الدجال يخرج لكن عندما تقول مثلا تقول النبي اسم شك في اليهودي طيب أيوة. لكن هذا شك ثاني لكن العلماء يقول ليس هو لان دليل لا يدخل المدينه بعضهم يقول لا لا يدخل المدينه بعدين في ذاك الوقت في ذاك الوقت نعم لكن بعدين لا يدخل المدينه لا المكه والمدينه فالشاهد بارك الله فيك احاديث كثيره انا انصحك بكتاب الشيخ الالباني محمد ناصر الدين الالباني كذلك عن المسيح الدجال احاديث بين بعض العلماء بعض الناس عندما يقرا احاديث يظن فيه تناقض في ظاهر الحديث صح لكن صح. هذا التناقض يكون عندنا في الفهم أيه نعم يرجع لاهل اللغه واهل اللغه وما معنى هذا الحديث وما معنى فهم اهل العلماء المفسرون فمسيح الدجال هو من عقيده اهل السنه والجماعه انه يظهر في اخر الزمان ويدعي الربوبيه والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر بانه يخرج في زمن تكثر فيه الفتن والعياذ بالله ويتوقف الناس عن الكلام عنه صحيح طيب العلماء اللي شدوا هل انكروا عليهم بقيه العلماء؟ اي نعم انكروا عليهم ردوا عليهم اخي الشيخ الالباني رد على بعض علماء مصر عندما قال الشيخ خالد هراس الشيخ محمد خالد هراس رد كذلك رحمه الله من عالم مصري رد كثير من العلماء الشيخ صالح الفوزان حفظه تعالى الشيخ صالح الفوزان هو ينصح بهذا الكتاب كتاب الشيخ خالد هراس انا اظن ذكر والشيخ الالباني انا عندي كتاب عن مسيح الدجال والشيخ الألباني عالم من علماء الحديث صحيح هنا إمام فيأتي بالأدلة الكافية الوافية الشافية لأن مسيح الدجال يخرج الله يعطيك العافية آمين فالمشكلة الآن لأجل هذه مواقع التواصل واليوتيوب أنا ماني معتقد فيه بس لا ما أنت تتكلم أيوه. كل أصبح كل من هب ودب يتكلم عن دين رب العالمين والله يا أخي كل أصبح مفتي حتى في بريطانيا أيوه. نفس الشيء أيوه. يشيل كاميرا فيديو يشيلك انترنت ان خلاص يصور نفسه قال الرسول كذا احاديث ثم يخرج عالم اخر يفتي لك هو اولا كان يقول احاديث ثم يخرج عالم نعم انا وهذا الدجال لان ما معنى الدجال
الدجال هذا كذاب، يا كذاب. فمسيح الدجال أخبر كذاب، لكن في دجال ثاني هذا اسمه إيش؟ عدنان إبراهيم. عدنان إبراهيم. هذا مس هذا مس. هذاك هذاك. هذا ما رأيته في حياتي شخص يأتي بالشبهات ولا يرد عليها مثل هذا الرجل. هذا تخصص حديث مكذوبة. هذا أيوه. وتخصص كذب. أيوه. في أخ ما شاء الله مصري. وهذا أخ مثلاً كنت أستعمله أستمع له من قبل، هو معروف اسمه أبو عمر الباحث. أبو عمر معروف. يا معروف هذا أخ أنا كنت أستمع له من قبل واستفدت منه كثير حفظه الله وجزاه الله خير. أخ ما شاء الله فش عجبني فالردي على أهل البدع يأتي بالأدلة من كلام أئمة علماء السنة، إمام الذهبي، ابن تيمية، الألباني، الشيخ بن باز، العلماء ما شاء الله يأتي بالمصادر. لا لا شوف أناس ردوا، لكن هو رد ما شاء الله. أنا كنت متابع له في 2007 كثير من الناس ما كان يعرفه وخذ ما شاء الله. فهذا حتى ما شاء الله رد عليه، في إخوة ردوا عليه كذلك، لكن هذا ما شاء الله رد عليه كثير. وإيش رأيك في الشيخ الحبيب علي الجفري؟ أنا ماني مرتاح. أنا مشرك مشرك مشرك. صالح فوزان كفرة. كلامه معسول لكن تحس. نعم أخي مشرك. هذا الجفري حبيب الجفري هذا مشرك. أليس كلامي؟ كلام الإمام صالح الفوزان حفظه تعالى داعية إلى الشرك، يحب الشرك كما يتودد للناس بالعاطفة عشان كلامه المعسول. هو يتكلم اليمن ما شاء الله عندهم ما شاء الله اليمن ما شاء الله رقاق القلوب تقول ما شاء الله يخاف الله هذا دجال. لأجل ذلك انظر إلى هذه الفائدة. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى عندما حضر من بعض أهل العلم، كانوا أهل العلم في ذاك الوقت، لكن كانوا لكن عقيدة شوية كما أقول لك في قضية خلق القرآن، رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وحذر منهم. فجاء رجل إلى الإمام أحمد قال يا إمام لي جار حذرته من هذا الرجل وما زال يذهب إليه. فقال لا تذهب إليه. قال يا إمام لو رأيته يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي أهز رأسه كما أقول لك التقوى والأشياء. قال شوف الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة، ما غره. قال ما شاء الله. قال يبكي. قال أكل شخص يهز رأسه عندما يذكر الحديث نسمع له؟ قال أتركه رجل سوء لا يعرف إلا من خبره. انظر إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، يقول الإمام الشافعي ما تركت في بغداد أتقى ولا أخشى ولا أعلم مثل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. الله فهذه الإنسان بعد العلم بعد الناس يا أخي لكن يتكلم هما لو رأيت أخي الكريم أكثر أهل البدع يتكلم في أمور كل الناس متفقين عليها. أيه. صحيح. يتكلم عن الجار، يتكلم عن خشية الله، هذه حتى الهندو ربما يقول نعم في قول، حتى النصراني يقول لك. لكن عندما تأتي إلى التوحيد بالتفصيل ما هو التوحيد وما يخالف التوحيد وما هو الشرك وأنواع الشرك والبدعة وأنواع البدعة والسنة، ترى الناس كثير من الناس يتركوك. صحيح. نعم صحيح. وقليل من عبادي يشكو. بارك الله المستعان. أعذرنا على الإطالة. لا أنت أعذرني وأنا أنت لو كنت في أنا لو كنت في السعودية ما جاوبتك لأن لكم العلماء الربانيين في السعودية. لا لكن أنت في لندن أنا أجاوب. لا خير. العلماء هنا فيهم أحسن ما شاء الله. بارك الله فيك. أنت هنا خلاص جاوبتك أنا. لكن أحسن أنت هناك. الله يسلمك. الله يسلمك. نتقابل على خير. عندي يعني محاضرة كانت لا ما أعرف لا ما أشبه هذا شيء كذا إيش يتكلم يتكلم أنا قصدي يعني في الحديث كذا شبهات عليه لا والله ما أعرف بارك الله السلام عليكم يقول حاطم أنت تبي تجيب مي؟ أنت عصتها؟ نعم. أسفل فائي. نعم.